السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وشباب طلاب الصف الثاني، دمتم يا رب بالصحة والعافية. ها نحن ننتظر حصة جديدة وحلقة جديدة من حلقاتنا التعليمية من برنامج تعلم دون طلاب. وحلقتنا اليوم في مادة التوحيد، درسنا اليوم عن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته. أخذنا في الدرس السابق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة جميع البشر. كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم الناس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصدقونه، يصدقون ما يذكره من أخبار، فهو صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، فهو صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، الصادق الأمين هو لقب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما كذب قريش النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج، فقال أبو بكر رضي الله عنه صدق فسمي بالصديق، عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وعندما أخبر أهل قريش بتلك القصه لم يصدقه الا صديقه ابو بكر، لذلك سمي بابو بكر الصديق. طاعه الصحابه رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعليك ان تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الصحابه رضي الله عنهم يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يامرهم به، ومن ذلك موقف علي بن ابي طالب رضي الله عنه، موقف شهير جدا، حينما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت في فراشه ليله الهجره ويرد الامانات الى اهله، ففعل ذلك. أمر صلى الله عليه وسلم عليه وهو ولد صغير بأن ينام مكانه في فراشه عندما كان يتربص به المشركين، وخرج للهجرة من مكة إلى المدينة، فسمع كلامه صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أنه سوف يتعرض للخطر، سمع كلامه صلى الله عليه وسلم لأنه يحب ويجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من أخبار، أي شيء أي حديث شريف أي كلمات كانت قالها الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تصديقها. تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به يجب طاعته، يجب اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أحسن الأشباب، مثل الكذب يجب الانتهاء عنه، يجب أن نعبد الله بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى العنصر الثاني، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطيعه. أحب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنا أطيعه. هنا المحبة تأتي بالتصديق ثم الطاعة، هي كدائرة مكتملة. إذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك سوف تصدقه، وبعد أن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك سوف تطيعه. ننتقل إلى التقويم. نشاط واحد، اربط كل عبارة من عمود أ بما يناسب من عمود ب. يجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنتم فيما ذكره من الأخبار، يجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ممتازين فيما أمر به، يجب اجتناب أحسنتم ما نهى عنه الرسول، يجب أن نعبد الله بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. النشاط الثاني أضع علامة صح أمام الخيار المناسب. هنا من حقوق الرسول ليس من حقوق الرسول. أولا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال أسري بي إلى بيت المقدس، هل من حقوق الرسول أم ليس من حقوق الرسول؟ أحسنتم. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلاة من حقوق أحسنتم ممتازين يا شباب. سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفينا ليس من حقوق الرسول. السؤال أن تسأل الله سبحانه وتعالى، إذا مرضت فهو يشفيك، أن تسأل الله سبحانه وتعالى ترك ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من حق الرسول. أحسنتم يا شباب. سؤال الرسول أن يدخلنا الجنة، هذا ليس من حق الرسول، هذا من حق الله سبحانه وتعالى. السؤال الأخير، اختر الإجابة الصحيحة وضع الطاقة. تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من أخبار مستحب أو واجب؟ مستحب. ما معنى كلمة مستحب؟ أنه يجوز عليه التصديق أو عدم الصدق أو الكذب، أتقبله ولا أتقبله. تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من أخبار واجب، أحسنتم يا شباب. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، طاعة الرسول مستحبة ولا واجبة؟ واجب، أحسنتم. اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسنتم يا شباب، واجب. عبادة الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، محرم، أحسنتم يا شباب، إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من مادة التوحيد. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.